دكتور علي السراري، أنت شخصيا عاصرت تعامل ترامب في عهدته الأولى من 2017 وبعدها بأربع سنين، ثم عاصرت تعامل بايدن مع الميليشيات الحوثية في عهدته الأولى أيضا، والآن يعود ترامب إلى التعامل مرة أخرى. وهنا أسئلة التوقعات، أنت كمتابع لهذا التعامل، ما الذي يمكن أن تتوقعه أو ما الذي يمكن أن تقدموه كشرعية يمنية لأي رئيس أمريكي يأتي في إطار التعامل مع الميليشيات، أو الأخطاء اللي وقع فيها الأمريكيون تتمنوا أنتم ألا يقع فيها الرئيس الجديد ترامب؟ مساء الخير أستاذ محمود، مساء الخير دكتور، وتحية لك ولضيفك من واشنطن وللمشاهدين الكرام. نحن نتوقع من ترامب في ولايته الثانية أن يفعل شيئا لليمن، أن يفعل شيئا للحد من هذا الخطر الذي تمثله الجماعة الحوثية، سواء على الشعب اليمني أو على المنطقة أو حتى على المصالح الدولية جراء ما يحدث في البحر الأحمر. كان ترامب في ولايته الأولى قويا وحازما مع الجماعة الحوثية، وقد صنفهم كجماعة إرهابية ووضعهم في المستوى الأعلى من التصنيف، وكان هذا سيؤدي فعلا إلى إحداث تغيير كبير في الوضع بصورة عامة، بما يؤدي إلى إضعاف الجماعة الحوثية. ولكن إدارة بايدن التي جاءت حينها هي ألغت هذا التصنيف، نعم، وعادت مرة أخرى لتمارس سياسة مهادنة مع الجماعة الحوثية ومع إيران. ونلاحظ بأن ليس فقط رفع الجماعة الحوثية من التصنيف، ولكن أيضا يعني الولايات المتحدة في برئاسة بايدن بدأت تتحدث عن يعني إمكانية التعامل والوصول مع الحوثيين إلى حلول سلمية وإلى آخره، غافلة تماما عن طبيعة هذه الجماعة. طبيعتها أولا كمنظمة إيديولوجية وكجماعة إرهابية وجماعة سلحت بشكل كبير، ليس فقط لكي تشكل تهديدا على الداخل اليمني، ولكن تشكل تهديدا على المنطقة بأسرها، وهي منطقة مصالح كبيرة وحيوية للعالم. طب هذا ليس ما فقط كان دكتور علي، ولكن هذا ما كان، ولكن يعني أيضا النفط في المنطقة. آسف على المقاطعة، لكن هذا ما كان في عهدة بايدن أو عهدة ترامب في عهدته الأولى. لكن أنا أسألك الآن، طيب خلاص إحنا داخلين على مرحلة جديدة، أكيد وقع بايدن في أخطاء ووقع ترامب في أخطاء ووقعت المجتمع الدولي في أخطاء في التعامل مع الحوثيين، آن الأوان لأنه الشرعية اليمنية تضع خارطة طريق، على الأقل لكم مطالب تعرضوها على السياسيين هؤلاء وتلحون عبر دبلوماسيتكم في أن أنتم تنفذوها. يعني طبعا الحكومة اليمنية هي لديها الآن اتصالات واسعة مع الأطراف بصورة عامة، مع كافة الأطراف بدون استثناء، إقليمية ودولية. وأنا أعتقد بأن المطلب الرئيسي المطروح من جانب الشرعية هو تقوية الحكومة الشرعية وتمكينها فعلا من امتلاك عناصر القوة التي تجعلها قادرة على أن تواجه الحوثيين. ما حدث هو أن الولايات المتحدة والتحالف الأوروبي عندما جاءوا إلى البحر الأحمر لاحظنا بأن يعني الحوثيين لم يضعفوا، بل بالعكس تعاظمت قوتهم، وصار تواجد هذه القوات بل والضربات الغير مفيدة التي توجه إلى الجماعة الحوثية مدتهم بقدر كبير من التعاطف الداخلي والتعاطف لدى شعوب المنطقة. نعم. الأمر يحتاج فعلا إلى تغيير في الاستراتيجية، إما أن تكون هناك ضربة ساحقة ماحقة للجماعة الحوثية
تنهي وجودهم على الساحل شواطئ البحر الأحمر وتخرجهم من صنعاء، وإما أن يعني تدعم الحكومة اليمنية وتمكن من الحصول على السلاح ويرفع الحظر المفروض عليها من أجل أن تواصل عملها العسكري باتجاه دحر الجماعة الحوثية على أرض الواقع. وأنا أعتقد أن الخيار الثاني هو الخيار الأفضل، هو الخيار الذي يمكن أن تكون نتائجه مضمونة دون أن تكون هناك حرب فعلا كبرى إقليمية. وأنا أعتقد بأن سيكون هناك دور على المجتمع الدولي في أن يؤازر الحكومة اليمنية، خاصة أن مصالحه تتعرض للإضرار من جانب الجماعة الحوثية بفعل التهديد الذي تمارسه ضد التجارة الدولية.